يا سيدنا مسيدنا، أن نستضيف معنا في الاستديو أنور أركان، خبير في شركة ألب للأوراق المالية. سيد أنور، بداية أهلا فيك معنا. مرحبا بكم. مرحبا فيك. ما الذي تحاول الإدارة الاقتصادية الصينية القيام به؟ هل الإجراءات المفتعلة حاليا من قبل هذه الإدارة الصينية قادرة على مجابهة مسألة التباطؤ فيما يخص هذا الاقتصاد؟ طبعا الصين كما تعلمون هي دولة تحقق نمو اقتصادي بشكل مضطرد، ولكن نحن نرى أن هنالك أن الاقتصاد الموجود حاليا ليس كما كان في الماضي بالنسبة للصين. تحاول طبعا الصين الآن أن تزيد من نفقات واستثمارات القطاع العام، تحاول أن تحرك الاقتصاد بشكل أو بآخر. تعلمون أن الصين تحاول أحيانا أن تتخذ إجراءات جذرية وما يمكن أن نصفه بالإجراءات البوليسية، بمعنى المعتمدة على المنع والفرض وغير ذلك في محاولة لتحريك الاقتصاد الصيني. ولكن إذا ما نظرتم إلى ملابسات الاقتصاد العالمي تجدون أن الصين الآن أداؤها أقل بكثير مما كانت تستهدفه في السابق. انظروا إلى أزمة عام 2008 وكيف تحركت الصين بعد ذلك وقامت بشد الدولار من أمريكا، وكانت هنالك استثمارات بكميات كبيرة من أمريكا تتدفق على الصين. انظروا الآن كيف أن الصين تحاول في الحقيقة بعد ما حصل من إجراءات تشديد نقدي في أمريكا، كيف تحاول الآن أن تعود إلى وتيرة اقتصاد جيد. أضف إلى ذلك أن الصين الآن بعدما أدركت أن الكتلة السكانية عندها بدأت تهرم، أذنت بإنجاب طفل ثاني حتى تحاول أن تحرك الاقتصاد أيضا. جميل. الآن كل هذه الإجراءات الصينية التي تحدثت عنها وكل تلك المحاولات فيما يخص النشاط الاقتصادي الصيني حول العالم، إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي في هذا العام؟ طبعا الصين من أهم ما تقوم به حاليا هو الصادرات، أن تزيد من حيوية الصادرات حتى تقوم بإنعاش اقتصادها، وبالتالي بدأت تخفض قيمة اليوان الصيني حتى تستطيع أن تصدر أكثر. والحقيقة أن ما تقوم به الصين الآن من زيادة وتيرة الصادرات بدأت في الحقيقة تضايق الدول المجاورة لها. لماذا؟ لأن تنافسية الصين بعد خفضها لعملتها صارت أكبر وأقوى، الأمر الذي سبب القلق لدى دول كثيرة تصدر المنتجات التي تنتجها وتصدرها الصين. وبالتالي يمكن أن نقول أن ذلك التباطؤ الذي تعيشه الصين بدأ ينعكس على الدول الأخرى المنافسة للصين، وبدأ يظهر بشكل واضح في الحقيقة على شكل قلق لدى كثير من المؤسسات والدول حتى. سيد أنور، دعنا نتحدث فيما يخص مسألة أسعار النفط والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 11 عاما تقريبا. ما المتوقع في هذا العام وإلى أين قد يصل سعر برميل النفط؟ كما تعلمون أسعار البترول انخفضت لعدة أسباب، وأهمها الإنتاج العالمي وزيادته وقلة الطلب في الحقيقة. المملكة العربية السعودية وأعضاء منظمة أوبك يقومون بالإنتاج بكميات كبيرة، الأمر الذي يرفع من قيمة أو مستوى العرض، وهناك طبعا قلة في الإنتاج بسبب الأزمات الاقتصادية وبالتالي قلة في الطلب. في الحقيقة يمكن أن أقول أن انخفاض النمو في الصين يؤثر بشكل واضح على الطلب على البترول والنفط أيضا، الأمر الذي يسحب أسعار النفط نحو الأسفل بشكل واضح. طبعا أن هناك أزمات جيوسياسية هنا أو هناك ترفع من أسعار البترول بسبب
المخاطر التي تأتي مع هذه الأخطار الجيوسياسية والأزمات. انظروا مثلا ما حصل بين إيران وبين السعودية من أزمة وكيف أنه انعكس فورا على أسعار النفط ولا أسعار الدولار. يمكن أن نقول أن هذا أيضا لابد من أخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن النفط وأسعاره. وطبعا لا ننسى كذلك الإشكالية التي حصلت ما بين روسيا وكذلك أوكرانيا لعبت دور كبير في مسألة الأسعار النهائية لبرميل النفط. ومؤخرا الذي تحدثت عنه هو مسألة العلاقة المتوترة ما بين السعودية وكذلك إيران. ربما الأجواء الجيوسياسية لا يمكن التحكم فيها، ولكن يمكن على الأقل التحكم بمسألة خفض إنتاج النفط في النهاية. طبعا هناك سبب مهم، وهو أن الدول المنتجة للبترول هي دول يتنافس بعضها مع بعض، وكل منها يحاول أن يحافظ على حصته في السوق من الإنتاج. وبالتالي وأنتم ترون أن إيران اتفقت مع الغرب في مجال المفاوضات الطاقة النووية وغير ذلك، والأمر الذي فتح لها الباب على مصراعي حتى تقوم بالإنتاج والتصدير إلى الدول المختلفة. وبالتالي فإن هناك سوقا دخلتها إيران لا يجدر بالسعودية أن تنسحب منها عن طريق تقليل كميات الإنتاج لديها. هنالك تنافس في الأسواق وعدم اتفاق بين هذه الدول على تقليل الكمية بشكل متزامن، الأمر الذي يجعل تقليل دولة ما لكمية الإنتاج يعني من ناحية ما انسحابا من السوق وانهزاما في هذه التنافسية بين الدول المختلفة. إذا ما تم انسحاب بعض هذه الدول تجدون هنالك أمريكا حتى الآن تقوم بتصدير النفط، خاصة بعدما بدأت تنتج البترول الصخري بشكل كبير. في موضوع آخر ومسألة العملات، وربما الأجواء الصينية قد تشعل أيضا حربا فيما يخص مسألة العملات حول هذا العالم، لكن ما هي توقعاتكم لصرف عملات اليورو أمام الدولار وكذلك الليرة التركية أمام الدولار في الأيام المقبلة؟ طبعا عندما نتحدث عن العلاقة بين الدولار والليرة التركية نرى أن من أهم أسباب انخفاض الليرة التركية أمام الدولار هو تذبذب الاقتصاد الصيني وتأثير هذا على الاقتصاد العالمي، حيث أن تركيا داخلة ضمن منظومة الدول النامية في الحقيقة، ونجد أن تحرك الدولار نحو الأعلى كان تحركا مشهودا في مقابل كل العملات التي تعود للدول النامية. وبالتالي نرى كذلك أن هنالك انسحابا من الدولار أو انسحابا للدولار من الدول النامية بشكل واضح بعدما تم رفع نسب الفوائد من قبل المركز الأمريكي. في الحقيقة نحن نعتقد أن اليورو الآن كذلك تتذبذب قيمته أمام الدولار، عندما ترون أن الأسهم الأوروبية تنخفض قيمتها في الأسواق، هذا يجعل طبعا سعر اليورو يتذبذب مع الدولار. قد يصل الدولار اليورو إلى 1.07 مثلا. أسعار النفط هل لها تأثير على الاقتصاد التركي؟ طبعا تعلمون أن تركيا مستوردة للبترول، وبالتالي انخفاض أسعار البترول يعني انخفاض فاتورة الواردات بالنسبة لتركيا. يعني انظروا إلى العجز في الحساب الجاري تجدون أنه ينخفض. لماذا؟ لأن الواردات انخفضت قيمتها بسبب انخفاض النفط. ولكن لابد أن نتعرض كذلك إلى التضخم، ما تزال نسبة التضخم عالية. يعني نحن نتحدث عن أن هنالك توفيرا بمستوى 50 مليار دولار، ولكن هذا لم ينعكس بشكل واضح على التضخم كما انعكس على العجز في الحساب الجاري. لكن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للسنوات الثلاث المقبلة والذي رشح أول أمس فقط وتم الإعلان عنه، هل له أي تأثيرات في ما يخص الاقتصاد
الاقتصاد العالمي؟ هل نتج من ضعف من الاقتصاد العالمي أو نتج ربما عن ضعف في الاقتصاد التركي؟ أم كيف حصلت الأمور بالنسبة لهذه الخطة؟ طبعا الحكومة التركية بين الفينة والأخرى تقوم بالتصريح عن خطط جديدة وتقوم بمراجعة رؤاها الاقتصادية للمستقبل، وبالتالي نحن نرى أن تركيا عندما نظرت إلى بيانات التضخم والنمو والمؤشرات الاقتصادية الأخرى نجد أن أهدافها أو تصوراتها الماضية وتوقعاتها الماضية كانت متفائلة بشكل زائد عن اللزوم، حيث أن التضخم مثلا كان بمستويات 6.5 وصل إلى 7.5 تحقق في مستوى أعلى، نجد أن النمو كان مستهدفا في مستويات أعلى مما تحققت، وبالتالي نحن نعتقد أن التطورات في الاقتصاد العالمي أثرت بشكل واضح على أهداف الحكومة التركية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى وضع خطة متوسطة الأمد للتعامل مع هذه المعطيات. شكرا جزيلا لك سيد أنور أركان الخبير في شركة ألب الأوراق المالية، شكرا جزيلا لك. شكرا. أنا أيضا أشكر. تتابعونا مشاهدينا ولكن بعد قليل.